بالله يا رشيد تكفى يا رشيد، انا مبطي مجلس انا وياك وكذا. والله صحيح، والله العظيم صدق، رب الكعبه علمي برشيد وجلستي وسوالفنا وياه ثاني متى كبر استبعاد. حول اذا الاستبعاد الى اي روح طريق اقول له الله يوم اجابه طريق استبعاد. ما بقى بالبرنامج الا شوي، ابيك تسولف لي. سولفك عنه يوم دريت ان جاء ترك الدوسري. يوم جاء ترك الدوسري؟ يوم دريت انه بيجي. والله يعني قصة اني اتوقع انها استبعاد. انا بعلمك الصدق، والله متوقع يوم دريت انها بيجي ممكن انك انت ما تدري. اقسم رب الكعبة اني جاي ان رجي بالادارة ناشدهم شهد استبعاد تكفون من عونا. قال لا، لكن انها احتمال كبير للاستبعاد عندك انت اذا طلع صدق بالمقطع انت. قلت لهم كهذا المخيل انت ردد ولا ما رشيد من استبعاد وانت جاي كشيء استبعاد، لكن ما ندري هو انت بالمقطع ولا لا، ما احنا مثبتين. ضايقان خلقي والله يا سالفة الاستبعاد يا نواف اني لهذا الحين ما دخلت راسي. انا مستانس بوقتها يوم سولفوا فيها زوم اني غطيت على اخوي. مو لحك هذا، تقسم رب البيت انه صدق رشيد مش معلمتك، مو عشان سمع ذلك. لا والله اني شفت كاني علم ان يمكن ترك الدوسري ان ذيك انت سعد الطويل. من طلعتوا مع الباب الا رجعتوا وين رحتوا؟ ها؟ من طلعتوا مع الباب الى لين رجعتوا وين رحتوا؟ وين؟ يعني يوم كنت اطلع انت وياه يوم تروحون عشان الجنتل بنشوف بيشوفونهم اللي بالمقطع انا ولا لا. ايه قالوا يبي ينشدك انت وسعد. اقسم بيت يعني النظر سعد علمه ولا ما علمه. ناديته عشان ضميري لين جاني عند الباب. يوم جاني عند الباب وانا اشطح فيه بسالفه ثانيه. انا ودي انه انا ولا رشيد طاح بس ما هو عشان سمع اذنك. لا والله يا ابو عقاب انه اقسم رب البيت يا رشيد انا هذا اللي حصل لي. ازاي والله لو ان سلمنا الاثنين. اي والله لكن نت تقول ترك الدوسري حط عليه دائره هو اسم. انا قبل الاخير دخلوا العيال من اول واحد. والله ما ادري بس انا وياك اخر اثنين. انا وياك اخر اثنين اللي دخلوا اول واحد طلعنا وجه من اللخم اللي ورقه. اي دخلوا اول واحد علي اللبدان صح؟ ما ادري والله. اي علي اللبدان. ثاني واحد علي هادي، ثالث واحد سعد الطويل، رابع واحد ايمن صح؟ ثاني واحد والله اني ناسي ذيك الرجل. المهم من كل اللي يطلعون من ترك الدوسري وجيههم تغيره ينطحونه وجيههم تغيره. قال في واحد منكم استبعاد. اي شفت انا هنا قلت لا اله الا الله. والله يا ولد مغثيت مغثه. تقول حلم يا ذاك يا ولد انت عارف اللي تقول حلم. اقسم بيت لا تقول حلم لين صحصحت انا من بكره. اليوم هذا كله كامل انا بحلم. أساساً اليوم ذاك ما تقدر تحدد من اللي مستقبل. يوم جيت وجلست في بينك وبين رشيد. يوم جيت وجلست عند ترك الدوسري قعدت اقرا الورقه وصحيح بيني وبينه انا شاور عمري وانا عنده. حتى يعني لو بعد البرنامج تشوف لقائي معه تشوف نواف متردد وخربت اخر شيء. اشاور عمري يعني. أقول لي ولا لا، أقول لي ولا لا، ونظرة رجال تروع لي أنا. يبيني أجلب اللي هي، هو صدق مو أنا. بس ما أدري أقول لي ولا لا، أقول لي ولا لا. ما أدري وش قلت بهذاك الوقت، أنا كذا من اللخم. تعرفين مضروب منا مضروب. وأقرأ رشيد إلا نفس صيغة نواف. وأقرأ نواف إلا نفس صيغة رشيد. قلت أنا جاتنا. أنا أي أيوة والله أنا. كذا رشيد استبعاد نقطتين 4000. الغاء حصانة ودائرة خيارات 4000 والغاء حصانة دائرة بين اسمي واسمه نوح عقاب استبعاد نقطتين. يعني كانت فيها خيارات. انا حتى جيت لبدا في تبرير. انا جيت لبدا حسولف تبرير. اذا يعني تبريرك كان قبل طيب. يوم جانا من ترك الدوسري بيجينا يعني شافوا العيال كفطوا شو اسمه اداره جيت لبدا قلت الظاهر اني غطيت على غلط رشيد نظرا اللي يروح انا قال يرجع عيون خير. لان صدق ترى طول حدث رشيد طول اختلف. اي خذ يومين. لا اليوم الثاني
يا رجال خل اللي فات فات. لا الله شفت يوم قال استبعاد رشيد انا ما حسيت اني فقدت رشيد من بكره والله كله نعود ولا رقدنا تقل ايش انا واقف هاك اليوم ما ادري ماني مع العالم اقسم رب البيت حلم 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 والله العظيم انه حلم هاي شفت الحلم اللي انتم عشتوه منه انا شوف لين دريت بالصباح انك دريت شوف ردت انا اخذ الحلم ذا معي لين دخلت المنتجه عايش حلم انت قلت لي كلمه هي اللي خلتني انفعل احنا دخلنا اداره حداده اللي والله داري حرام يا ريجيم ما حسيت بعمري الا انا من نص الاداره من اللي رادني محمد منصور كذا يهزني هز خبنا يقلع اليوم ذاك ما يقلع خليه يروح بل انا حتى خاف اقلع لا حب النو الله يزين ابي مشارك امشي اني دقيقه هلا هلا ابي مشارك مشاعري والله ما اقدر اوصفها والله انشدحتك نفسي والله يا ابو عقاب المشاعر انها ضايعه ذاك اليوم بس الحمد لله ليه كنت مع غيري تواسيهم معي انا تقول تكفى يا نواف هلا لا احد يكسرني منهم لاني داري انك اللي ذاك اليوم داري انك داري انك ماكب يعني ما حاصلك مثل ما حصل الشباب داري انك بتوقف تمسك عمرك ولا ذاك اليوم يا ولا حتى الشباب يوم يشوف منه يا الله يقلع ذاك اليوم اقسم بالله العظيم اني كل ما تذكرته ولا كي رجعت له النهي بالله متى صح يضيق بالله مو تقيت قال مستبعد قال عندنا حاله وفاه متى صح صحت والله اني من يوم ظهرت والله ما صح صحت ولا دريت وش انا فيه للي رجعت شفتكم يوم شفتكم يوم طلعت انت ايش كنت تقول خباه حلم حلم شفت قصتنا اللي عشناها حتى القصة اللي عشتها معك رشيد أنا أتكلم معك صادق أنت صادق تحس أنه حلم والله العظيم أنه كان حلم ما أنت متخيل الحياة ما يا ولد إلا شفتها وش اسمه أيام اللي مضات وذي جاتها مر علي الشريط كله حسيت أنه حلم هذا اللي جاي حسيت أن دخولي حلم حسيت أن كل شيء تعرف ذاك اللي حلم كذا يا أخوي لأنه وش أنكسر حماسي الشغف اللي فيك يا ولد الشغف طيب هل حق الحماسي هل حق الابراهيم يطلعوا هل هم يحسون نفس انت ما تحسه او تعرف ما ادري والله مستحيل ها انا شفت راح ولا عشان كنت رشيد لا غير لا يا اخوي انا حماس انا ترى كنت يعني استبعاد يفرق عن ابراهيم استبعاد قوي استبعاد يفرق عن لا ابراهيم لا اذا يعني اذا حق الابراهيم يحسون نفس حقنا الاستبعاد فالله يعيننا بعد البرنامج وبعد البرنامج الله يعين اسال على كل حال بعد البرنامج لا انا قصدي يوم يا ولد انك تخيل واحد طامح لشيء انا والله العظيم ما دخلت هنا الا قلت اني ابي اخذ مركز ولا ما لان تشوفني بحماس حتى انت خبر يوم اذل من انا كنت ابيه يسوي معي اشياء بقدح ارجع ذا يزعل ويضيق كم حاضر كان محافظ وخاف اشوف يوم يجي ذا متهور يبي لنا مثلا يوم يجي ابراهيم لا لاني انا هذا طبيعتي جت ما جت مع السلامه يربى كعبه اقسام هذا يجيك يتهور كان يتصدد كنت ابي يرد ذا شو اسمع خلاص اسوي كذا يزعل علي يضيق 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 فاللي يخاف من شيء يجي جاك هناك غير طيب ابو طاهر كان اصلا الرجال ما يدخل برا مكانينا يعني كان في شيء لا هي خلك حتى في اشياء هو اشياء ليك رشيد انا خابره قبل البرنامج انا عارف ترى رشيد قبل البرنامج انا عارف ابوه